اكلت حمام يا حبيبتي من بتوع زمان. انما ايه يا خبر ابيض، لو وزنتيني تلاقيني خسس النص. يا راجل انت هتجنني. الصبح تصحى مش طايق نفسك وماشيلي زي النمله، وتيجي على بالليل وتقلبلي على قرد. بس انت عايزه ايه دلوقتي، النمله ولا القرد؟ عايزه الخاتم اللي قلت لك عليه. تعالى شوف ايد اختي دي، مش باينه من كتر الدهب اللي في ايديها. يا حبيبتي اختك متجوزه راجل اعمال، عندهم الفلوس زي الرز، انا على قد حالي. عشان قاعد لي في اجزخانه معفنه بتبيع لي بقرش وبقرشين. تعالى شوف الاجزخانات اللي في وسط البلد بتكسب كام. سيبينا من الاجزخانات، خلينا في الخاتم. بجد هتحطي؟ هو بكام الخاتم ده؟ 2000 جنيه بس. بس بس ده انا اجيبه في ايهم عينيا كمان. ربنا يخليك ليا يا رب، ولا يحرمنيش منك يا ودى. يا بابا يا ولية ربي. الله، الواد ده انه جاي. بابا أمه مخرج له، ممكن يكون عايز حاجة. طب ما تتأخرش، لحسن لو اتأخرت حنان. ايه اوعي. ايوه تمام. بابا انت لسه صاحي؟ ده انا ما رضيتش عليك. لا انا صاحي والله، مش جايين نوم يعني. الله، وقلت يعني اما اجي اشوفك. اتعشيت ولا صحي؟ انا قاعد تعمل لك عشاء. حبيبي الحمد لله اتعشيت مع ناس صحابي. طيب يعني اذا كنت عايز تنزل انزل يعني، ده لسه بدري برضه. استمتع بحياتك يا اخي، استمتع بحياتك. حاضر يا بابا، انا فعلا عندي مشوار ولازم انزل. يلا حبيبي اتبسط. طبعا خد المفاتيح معاك. حاضر. ماشي يا بابا. وزعته؟ ايه ده؟ انت نمت ايه؟ طيب تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. ان كنت عايز تقعد اقعد يعني. الدنيا ليه؟ هتروح فين يعني؟ ولا اصحابك دول يعني هتعمل معاهم ايه؟ ها مجلس يعني وزراء يعني عم مستعجلين عليه؟ اقعد يا راجل، ده الدنيا ليه؟ وحد شاف ايد كفه حتى؟ اقعد يا عم اقعد. حاضر يا بابا. قوم ياض، قوم ياض، قوم، كفاياك نوم. ريحتك طلعت، مراتك صحيت من الصبح. في ايه يابا؟ جعان، بطني بتتقطع من الجوع. وانا اعمل لك ايه يابا؟ انا لسه نايم من ساعتين. شوف الواد بيرد عليا ازاي. يابا انا كلمتك. قوم ياض احسن اضربنا قلمين، ولا اقول لك اديني بالشلوت وانده مراتك تشوفك وانت بتضربني بالشلوت. يا فتاح يا عليم يا رب. ادعي عليا بقى، ادعي عليا. يابا مالك؟ مال؟ هو انا حلت مال؟ يا ريت يا اخويا. الناس كلها بتقول لي ابنك بيشتغل ومعاه فلوس، فين الفلوس يا ياد؟ انت بتتعاطى حاجه يا ياد؟ ما حصلش يابا. امال بتودي الفلوس فين يا ياد؟ اوه، ما هي مقفله في وشي من ساعه ما زيزو مات. اياك عايزني ادعي لك ان ربنا يسهلها لك في تجاره الحشيش. لا، شوف لك شغلانه تانية يا واد، انا عندي عيل عايز اربيه. حاضر يابا حاضر. رايح فين يا واد؟ رايح ادور على شغل يابا. انت بتستقرض يا ابن الكلب يا معفن؟ انت بتزر عينيك؟ عايز تضربني؟ ما انت صايع، اضربني. يا رب يا رب اخفيني بقى. عايز تتبخر وتسيبنا انا ومراتي لوحدي؟ انسي، روح اشم لك شوية اكسجين كده وما ترجعش البيت الا ومعاك 100 جنيه، فاهم؟ انا عندي عيل عايز اربيه. يلا يا ابن الكلب. حاضر يابا خالد. يلا امشي. حاضر. اجري يا ولد، اجري اجري بسرعة يا دكتور. الله لا يسيئك،
الوضع عنده كلب يا دكتور، ولازم ياخد حقنه دلوقتي حالا. الف لا باس عليه يا اختي، اطلعي على مستشفى الكلب. رحنا المستشفى يا دكتور، وهناك قالوا لي هاتي سرنجه، قلت اجي اخدها من عند حضرتك، وحضرتك تديها له بايدك اللي فيها البركه. تعالي بعد نص ساعه. يا بيه يا دكتور الله يبارك لك، الواد عنده كلب مسعور ولازم ياخد حقنه دلوقتي الا هيموت مني. يعني اعمل لك ايه؟ احنا لسه فاتحين يا ستي، وايديا هي قدامك بتترعش، يعني اعمل لك ايه؟ اموته لك؟ لا اله الا الله، دفن بقى يا دكتور وعلى ايه ده كله؟ انا اخدك زخانه برا وله رب اسمه كريم. احسن يا اختي ولا احسن؟ اتفضل الشاي يا دكتور. حطه عندك هنا. ولا نزل نص الباب، انا مش عايز اقابل حد النهارده. حاضر يا دكتور. وحشتيني. اهلا وسهلا. وحشتيني قوي. اتفضلي خشي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا يا حبيبتي. مساء النور. اهلا بيكي. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. للدرجه دي الجواز ياخدك مننا؟ العيال والمدارس اعمل ايه بس؟ والله دي هيصه يا طنط. كام سنه ما شفتكيش، ولا عشان ليلى هي بس اللي بتشوفك؟ ما اقدرش على بعدك، والله دي ظروف. تعالي نخش نقعد جوه، اعملي شاي يا ماما. حاضر يا عيال. بعد اذنك يا طنط. اتفضلي يا فاتن. ياه ايه ده يا ليلى، اوضتك ما اتغيرتش من 5 سنين. 5 بس؟ قولي 20 سنة. اخيرا يا اختي جيتي للبيت. اعملي بس يا لولا، والله العظيم انا في دوشه. اعمل ايه؟ ما انتي عارفه. ايه ده؟ انت لسه محتفظه بالصور دي؟ وهو انا ليا غيرها؟ ده هي دي الذكريات اللي معيشاني لحد دلوقتي. فاكره يا لولا؟ فاكره يا بنت مظاهرات 18 و19؟ والبنت الوطنيه بقى اللي ايه اللي هتغير من اوضاع البلد. انا كل ما افتكر ان انا كنت بتشال على كتف راجل ما صدقش نفسي. انا ازاي كنت بعمل كده؟ وعمري ما جه في دماغي ان ده راجل وشايلني. تفتكري بقى هو ما كانش في دماغه؟ وانا شعرفني بقى يا فاتن هو وضميره. كنا عيال يا بنت. قولي لي يا لولا، ندمتي على الايام دي؟ انتي جاية تضايقيني؟ لا والله العظيم انا بجد بسألك، ندمتي؟ والله مش عارفة المفروض اندم ولا افتخر. يمكن ساعتها كان الحماس واخدني، مش عارفة بقى اذا كنت مدعية ولا صاحبة قضية. يا ستي بطلي لف ودوران وردي عليا، ندمتي؟ الشاي يا بنات. اهلا يا بنت، متشكرة قوي قوي. منورة يا فاتن يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا روح قلبي. عارفه يا فاتن الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها ايه؟ اصحابي. وانتي اولهم. ليه؟ هتزعلي مني؟ لا والله ما هزعل منك، انتي عارفه قد ايه ان انا بحبك. لما دخلت الجامعه وانا منحاره زي ما انتي شايفه، كان احساسي بالفقر كبير. كل البنات بتلبس، كل البنات معاهم فلوس. عمري ما بصيت للي عندهم عربيات، عشان ده كان حلم بعيد. قلت يا بنت اللي عوضني عن كل ده الشخصية. لازم يبقى ليا شخصية. لقيت نفسي في أصحاب المواقف والنظريات السياسية. شدتني أفكارهم ولبسهم جه على هوايا. أي جنس في أي بلوزة في أي كوفية وأي تسريحة. وعشت ليلى غانم سكرتيرة أسرة الوطن، وعرفتك. ليلى لو مش عايزة تكملي بلاش. ليه؟ علشان بجد أنا شايفة إنك بتهربي من سؤالي. ندمتي؟ أيوة ندمت.